على خشبة دار الأوبرا المصرية أعلنت تفاصيل الدورة 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 24 من أكتوبر المقبل في مئوية الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش برعاية وزارة الثقافة. مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية بيحافظ على أنه يعني يرسي القواعد الحقيقية، إن يقدم النماذج الحقيقية المنورة، وطبعا احنا بنقدمه يعني لان احنا متخصصين في ده، فاحنا دايما بنحافظ على ان ننتقي من كل الاساليب الفنية اللي موجودة ما هو اجود. المهرجان والمؤتمر الذي سيضم 48 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 115 فنانا و57 باحثا من 20 دولة عربية وأجنبية سيتناول الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر عبر 4 محاور تتمثل بالروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية والأغنية العربية المعاصرة وتأثير أغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر والموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمي والتأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامينكو الإسبانية. التجربة بتتكلم عن التأثير بين اللي حاصل ما بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامينكو في أسبانيا، وبالتالي هو مستعين بثلاث عازفين من أسبانيا علشان يشاركوا نفس التجربة، عشان يعني نشوف إذا كان في أي حاجة مشتركة بين الموسيقى العربية والموسيقى الأسبانية. الإعلام على مستوى عالي سواء في مصر والوطن العربي، لأن طبعا المشاركة بالنسبة لنا حتى من الوطن العربي المطربين وكل اللي بيشاركونا، فالدعاية والإعلان على مستوى عالي جدا. اليمن سيكون حاضرا في المهرجان والمؤتمر بعروض موسيقية لكوكبة من الفنانين اليمنيين. مشاركة دولة اليمن، طبعا عندنا الفنان أحمد فتحي عنده حفلة في مسرح الجمهورية، والحفلة كلها ليلة يمنية. كمان عندنا مغني شاب مهم جدا، هو بيدرس هنا في معهد الموسيقى العربية، وهو هنقدمه إن شاء الله مع فرقة أم كلثوم. ويعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تظاهرة موسيقية غنائية تحرص مصر من خلالها أن تجعل منها نافذة للإبداع والخروج بالموسيقى العربية إلى آفاق رحبة تمزج بين الأصالة والمعاصرة. يمثل مهرجان مؤتمر الموسيقى العربية محطة لعزف سيمفونية عربية بألوان عصرية. أمين العتيبة، اليمن اليوم، القاهرة.